ولمرضى القولون ياخدوا ايه قبل الاكل ده؟ حاجات اللي هي مضاده للانتفاخ ومهضمه، وهو لو خد باله من اكله هياكل وهينبسط، هيبقى هو ده بقى مصدر السعاده الحقيقي. ان انا اكل وانبسط، مش اكل بعد كده اتعب. ما اكلش واحس ان انا مش قادر اقوم من على الكرسي حتى، دي حقيقه، وادخل انام ويبقى عندي خمول. هو بالظبط كده، انك يعني اول يوم، اول وتاني يوم، وان يبقى فيه في العيد وفي اللمه وفي حاجات اخرى تدينيها سعاده، مش بس الثلاث وجبات اللحمه. يعني هو اول وتاني ده ما فيهوش خضار بس، والله فيه، لا فيه يعني بيبي كاروت و بس فيه وفي بطاطس كمان صغننة. شاري غادة بقى نصيحه للناس، يعني بما انك بصراحه عامله اكل رائع. اتبسطوا، انا بقول الناس اتبسطوا، اتبسطوا، السعاده ايامها قليله فعلا. فلا، نتبسط في العيد ونتبسط على الفطار وناكل اللي احنا عايزينه، بس بكميات مش كتيره، بس نتبسط. فين طبق السلطه؟ لازم نتبسط. فين طبق السلطه؟ انا قلت مش هتاكلوه. وفين طبق الفاكهه الطازه؟ اهو الفاكهه اهي، حطيه بس. مش هناكل بصراحه، ما كناش هناكله. هنلقط، ما كناش هناكل. بس يعني ده برنامج ضد بعضه كله، وبرنامج غير متناسق. طب انتوا حصل لكم سعاده صح؟ سعاده. هتروحوا البيت تتبسطوا وتقولوا ان احنا اكلنا اكل جميل. مش هطلع الميزان بكره. اول حاجه مش هطلع حبيبي. والله وانا انبسطت ان انا شفتكم، كنت سعيده جدا. كل سنه وانتوا طيبين. اكل العيد ما فيش احلى منه يعني، ولكن بالراحه كده عشان القولون وعلشان والكبد الدهني، وعشان كمان وزن وصحه وكده. مش عايزين ندخل، عايزين نفضل رفيعين.